شكرا شكرا لطوق الياسمين، وضحكت ساخرة له وظننت أنك تعرفين معنى سوار الياسمين. يأتي به رجل إليك ظننت أنك تتركين. شكرا شكرا لطوق. أهلا وسهلا ومرحبا بكل من اختار الوطن الثاني هذا المساء داخل وإلى خارج أرض الوطن. رحبوا بكم في عدد جديد من المجلة الثقافية طوق الياسمين. كل عادة فقراتنا وموك بيتنا حاضرة باش تكتشفوها، اقعدوا معنا. شكرا لطوق الياسمين. سمعنا عليه فات برشا حاجات وقالوا لنا اللي فيه غاليه بن علي ديجا، دونك سي كلكان كون ايم بوكو. اي بي سي تو اون انكوراج احنا توسكي برودوي لوكال. ان فات لا لا بوزيد جي جامي ريغاردي دي ترافو ا ال، دونك فوالا. اي على حالتين زعما شنو هو حالتين؟ Justement, Anna, je suis quelqu'un qui ne lit jamais les synopsis avant de faire le film. J'aime bien être surprise. Donc, j'ai essayé, puis encore la veille, de faire le film. Je m'arrête ici à l'école. Donc, j'espère que la surprise sera bonne. Femme belle, kbir. Femme, tu je me trouve, yani, trois hissas, quatre hissas, t'as quand même la quatre, t'as quand même trois, yani, complet. مش شباب ولا كيفاش؟ من 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 جميع الاصناف الاعمار، مش شباب من الكهول، من المتوسط، فما قبل فما وفما تجيال سينما تونسية حتى يجي يقول لك والله باهي مش باهي، يقول راني انا ما تفرجتش فيه، انا يعني اللي هنا قاعد يقول لي تي برا خلينا نشجع السينما التونسية، على كل فما فيلم ولا زوز ولا ثلاثة في العام نشجعهم. العباد يحكيوا عليه بالباهي وكل شيء. حضرت في الجسيسي؟ لا ما شفتش، جم ما دخلتش. العنوان زعما يحيل على شنو؟ على حالة عين حدا فكرة. مغروم بالسينما؟ ايه. شريط هذا سمعت شنو اللي سمعت عليه؟ سمعت اللي هو معناتها خذي معناتها 24 بري و تري كونو، و جي ريغاردي لا بوند انونس وعجبني برشا، و معناتها نحب ندخل نتفرج توا سي. أول مرة باش نتفرج فيه. أنا هندس لك وانت كاسكي الفلوس.
شو نتفرجوا فيه؟ شفنا الكم الاعلامي عليه لي بخي اللي خذاه وكل شيء سادون في باش واحد يشجع السينما التونسيه. والعنوان باش يوحي لك زعما؟ لا ديكوفيرت اكتشاف. وانت زاد نشجع شويه السينما التونسيه؟ اكزاكتومون، فرصه باش واحد يخرج شويه في الليل. نحيو شوية المدينة. Je sais que Leïla Bouzid c'est la fille de Nouri Bouzid, qu'il a eu beaucoup de prix au JCC etc. Donc c'est pour ça que je viens le voir. Voilà, exactement. Ce matin. Félicité. Moi je suis aimé la révolution, je pense, hein? C'est ça. C'est... Voilà. ليموسيون هكا قوية برشا برشا، كل سين كل تحس فما اون كون كون ديموسيون مزيان. شدني فيه حسيتو حاجة من الواقع، ما تصر من الواقع متاع قبل، معناها يدخل الواقع فوالا واقع من تونس، المجتمع التونسي. وين كنت البارح؟ أحلامي حكيت الحكاية هذايا، أحلام تردها الجروب هذا فين؟ شنو فين؟ وفين الجروب؟ عما عندك خير اللي انسى شنو ما تسمعش؟ قلت بس ما تسمعش ما تكسرليش راسي. شنو ما تكسرلي؟ امان 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 بربي اسي ما تبداش تعمل لي هكا، عاملين علي اسمي نمشي لخسير الليله. مش زيد حشاوي؟ اي حشمت خاطر كل شيء حشم وكل شيء خايب وكل شيء ما يجيش من جيد انا نفخر. ما جيت مش نفخر نتاعي. ما تكلمنيش هكا. انا مش في الكونسير كان مش عاجبك امورك. ايش رايك في الفيلم؟ عجبك ولا متوسط؟ شو اللي ما عجبك؟ طويل شويه وبركه. المونتاج طويل؟ لا المونتاج طويل يعني اي طويل. تحفون تري بو فيلم وي جيمي صافا افوار. ما ندمتش؟ نو نو با دي تو با دي تو. كيفاش لقيت الشريط؟ سافا سافا. شو اللي عجبك؟ الحكاية متاع الشباب معناتها نفسها اللي موجودة في تونس توا. Thank you.
باش نمشي والان الرواق صالح الدين بسيدي بوسعيد لمعرض رسام التشكيلي نبيل الدريدي المقيم بباريس. المعرض يحتوي تقريبا على 20 لوحة، والعنوان والموضوع لهذا المعرض اختاروا المدينة الحلم 2، وهو تواصل للمعرض الاول اللي كان قام فيه منذ سنتين التالي، وهو المدينة حلم 1. نمشي وناخذ اكثر تفاصيل من خلال هذا التحقيق. شكرا لطوق يا سمي. مدينة الحلم سميته بالفرنسية لا سيتي ريفي، هو المدينة الحلم 2 انطلاقا من المعرض الأول اللي عملته، وسميته بالسوتيتر نتاعو سيلفو بلاي ديسيني موا انيما، من فضلك هل يمكن لك ان ترسم لي انسان. وهو كمواصلة وكجزء ثاني للمعرض الأول اللي عملته، حيث استدعيت جميع الديانات وجميع الشعوب وجميع الأعراق للتعايش. وهذا الحلم، لأنه الحلم الفردي نجم يكون حلم ذاتي، نحلم أن يكون فنان ناجح أو أن يكون مليونير أو أن يكون لاعب كرة قدم، لكن الحلم الذي يمكن أن نحلمه مع بعضنا البعض هو التعايش السلمي بين الشعوب وبين الديانات. الحلم واحد، هل تختلف على المدينة الحلم 2؟ هي المدينة حلم 2 هي تواصل المدينة حلم 1، يعني تطور المواضيع، حيث بدينا في المدينة حلم 1 استدعينا الفن، هنا استدعينا حتى الديانات، استدعينا حضارات، استدعينا جميع الكنائس، استدعينا المعمار، وحبينا نركز على كونه فما ضجيج، نسمي الضجيج هو كثرة والتكدس المعماري، سميته ضجيج معماري، ونجم نعيش فيه بكل أمان وبكل نجم تكون القسم المشترك هو التوليرانس، معناتها هو التعايش السلمي. عندنا العديد من الحاجات باش نجم نعيشوا مع بعضنا ونتحابوا مع بعضنا، والحاجات اللي نختلفوا فيها هي قليلة، لأن نفس الاحتياجات ونفس الطموحات، عندنا نفس الهندسة الجسدية، ما نعرفش علاش نوصلوا نختلفوا في حاجات يمكن نحن ما عدناش فيها حتى دور الناس، ما تلقنا تولدنا اللي تولد في مجتمع إسلامي كل مسلم مجتمع مسيحي، ما اخترناش، ما كانش اخترنا، كما ما اخترناش اسمنا، ما اخترناش والدينا، ما اخترناش بونا أمنا، ما اخترناش الديانة اللي جينا فيها، نحن الديانة اللي في البلاد اللي نحن تولدنا فيها. ترى كان الألوان التونسية، الأزرق اللون هو الطاغي، عنده 5 سنين طاغي على رسومي، اللي نحب به أنا نحسه أمل، أنا نحسه كما أنا ريحني نحسه يريح الناس، أو يريح الناس اللي أنا قاعد نخدمهم، خاطر أنا ما نجمش نكون كذلك ما ندعيش أني باش نكون نرضي الناس الكل ولا الناس الكل باش تحب أعمالي، لكن الألوان عندي نصف أزرق ونصف مستلهم من الألوان التونسية من الجنوب من الشمال، وهذه الألوان المدولة الجون دو مارس البني الرمادي، هذوما كلهم ألوان متاعنا نحن. التقنية هي الأكريليك، ولكن فيها عدة مراحل، الطريقة اللي نخدمها فيها عدة مراحل، وتعرف اللي الأكريليك معناتها يلزمها سرعة في التطبيق، معناها تشيح فيسع، معناتها استعمل التقنية اللي قسمتها باش ما نجمش نخدم مساحة كبيرة، استعملت التقنية هذيا باش نجم نخدم وانا مرتاح بمادة تشيح فيسع، وهذه حاجة تقنية
خاطر الشي حنفيسه بالنسبه للارتيست ساعات تقلقوا متقلقوا في التصليح تقلقوا حاجات تقنيه. تشدي 3 ايام 4 ايام انا نخدم بال 14 ساعه في النهار ولا معناتها نجم نقول لك اذا كان تاخو رسام عادي يخدم مثلا 6 7 ساعة في النهار يخدمها في جمعه ونص ولا. انا نخدم راكز خدمتي معناتها كيما واحد يشد كتاب ما عادش ينجم يسيب ويطلع في الكار يبدا يقرا فيه يمشي للخدمه يقرا فيه يبدا ياكل وحاطه بجنب انا من كي نبدا ما نهجمش نقف او نقف كان وقت اللي فعلا يلزمني نرقد ولا يلزمني نفطر معاه. ختام هذا العدد من طوق الياسمين. غدوة إن شاء الله حصة جديدة في نفس التوقيت وعلى نفس القناة مع مواضيع ومواكبات جديدة. تصبح على خير. مساء الخير.